الأسماء غيروها علينا. كيف غيروا الأسماء؟ والله غيروا أسماءنا. أحب الأسماء إلى الله، من يعرف؟ الكل يعرف عبد الله عبد الرحمن، صح؟ ما يسمي عبد الله عبد الرحمن، ما حد يسمي عبد الله عبد الرحمن. الأب يتعب ويذبح عقيقة، صح؟ ويسميه عبد الله، والناس تناديه عبودي، عبادي، عبدو، صح؟ وعبد عبد الرحمن دحمي، دحم، حم، وجيه، المهم محمد. قال لا، حمادة، حمام، حمودي، ميمو. ايش ميمو هذه؟ يا اخواننا، اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتضيه؟ عبد الله عبد الرحمن ما ترتضيها؟ قال لا، سميه عبد المطلب. لماذا؟ هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب؟ لا. هل أقر بهذه التسمية؟ لا. هذا نسب، عرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يغير هذا. قال أنا النبي لا كذبا ابن عبد المطلب، لكن ما سمى أحد بهذا. ثم أنت الآن تختار بين اسم يحبه الله واسم مختلف فيه، تأخذ اسم يحبه الله سبحانه وتعالى. إذا لماذا ننادي بعض الأولاد الآن حمودي وعبادي وعبودي وميمو وحمام؟ يا إخواننا، إشكال في الأسماء عندنا كبير جدا. حتى أدخلوا عند العرب، عندنا إشكال أيضا. العرب ما يذم غير العجم، غير العرب، وهذا ما يذم هذا. الحضر والبدو عندنا مشكلة أيضا، في الكويت وفي السعودية في كل مكان. لا، هذه جاهلية، فخر بالأحساب والطعن في الأنساب. إشكال أيضا، قال من قبيلة من وكذا، وانت حضري وانت بدوي. حتى بين أخواننا السلفيين ما يمكن يكون هذا. ممكن تعرف بنفسك، لا إشكال. حتى كثرة السؤال منهي عنها أو لا؟ نهينا عن كثرة السؤال؟ نعم أو لا يا أخواننا؟ طب لماذا يسألك هذا؟ من وين أنت؟ ومتى جيت؟ وكم رصيدك في البنك؟ إيش علاقتك أنت؟ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ومتى تسافر؟ وفين نزلت؟ وفي أي فندق؟ وتعشيت؟ تغديت؟ ما لك علاقة يا أخي. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. والله لو تركنا ما لا يعنينا سعدنا.